Hello, my dear students. How are things with you today? أعزائي الطلبة والطالبات الصف الأول الثانوي، أهلا وسهلا بكم في درس جديد بعنوان How to write an essay، إزاي نكتب مقال. إن شاء الله يكون سهل وبسيط وتستمتعوا بيه، بس أنا مش عايز الناس تخاف وتقلق من أي حاجة. تعالوا نشوف الدرس أو إيه هي خطوات كتابة الإسي. Number one، You should have an opening paragraph، بمعنى لازم يكون عندك جملة افتتاحية تقدر تبدأ بيها موضوعك. زي مثلا ممكن على حسب بقى نوع الموضوع، لو هو مثلا موضوع إيجابي أو سلبي، احنا عارفين إن الموضوع بيتقسم لكده. ممكن نقول No one can deny that space، الموضوع بتاعك ده is one of the most important or dangerous things in our life أو that affects our life greatly، إن الشيء أو الموضوع ده من أهم لو إيجابي من أخطر لو سلبي الأشياء الموجودة في حياتك. أو there is no doubt that، نفس الكلام برضو، مما لا شك فيه أن هذا الموضوع له آثار مهمة أو آثار سلبية في حياتنا، ولازم إن احنا نتعامل مع الكلام ده بحرص. تاني، there is no doubt that space have or has important or dangerous effects on our life so we must deal with it carefully. طيب بعد كده خلينا نشوف بعد كده، ممكن مثلا ناخد مثال ونشوف بنكتب ازاي او بنكتب على الكلام ده ازاي. لو مثلا كتبنا عن التلوث، اللي هو if we wrote about pollution، ممكن نقول ايه مثلا في الجملة الافتتاحية او نظبطها ازاي على موضوع سلبي زي ده. No one can deny that pollution is one of the most dangerous problems that affects our life greatly, so we must deal with it carefully. طبعا زي ما قلنا يعني بنظبط المقدمة كده على حسب الموضوع اللي جاي لنا. بعد كده after that then you must think of more ideas، لازم تفكر في أفكار كتيرة جدا عن الموضوع اللي انت بتتكلم عليه، يعني تبدأ ترتب كده ايه هي الافكار بتاعته. مثلا بنتعامل مع الموضوع ده ازاي، دور الافراد، دور الحكومة، دور المؤسسات. بعد كده الخطوة التانية بترتب افكارك، لازم تبقى مرتبة، يعني تشوف هتبدأ بمين قبل مين، الخطوة ايه الاصح اللي نبدأ بيها قبل التانية، بحيث ان الموضوع يبقى متماسك ويبقى تمام. بعد كده number three، start writing and don't be afraid، يعني ابدأ كتابتك وما يهمكش، ما تخافش من اي حاجة، ان شاء الله هتبقى الموضوع بسيط. لان طبعا اللي عايز يتعلم السباحه قلنا لازم بينزل البحر، مش بيتعلم السباحه وهو على الشط. write a short paragraph for each idea، لازم نكتب باراجراف او فقره قصيره كده عن كل فكره احنا بنجيبها. start the first sentence with the main idea، نبدا كده الجمله الاولى اللي يبقى فيها الفكره الرئيسيه للباراجراف. بعد كده بنبدا نشرح الفكره دي في اكتر من جمله، مثلا بنكتب على الأقل أربع جمل للفقرة، يعني بنبدأ بنقسم الأفكار بتاعتنا، جبنا خمس أفكار بخمس فقرات، كل فقرة ببدأ أشرح فيها الفكرة اللي أنا قلتها. ها تمام كده، do you understand، فاهم الكلام؟ إن شاء الله الموضوع بسيط وسهل. let's write تاني، let's write about pollution، لو هنكتب مثلا عن التلوث مثلا ممكن نقول ايه، تعالوا نشوف الكلام. No one can deny that pollution is one of the most dangerous problems، لا احد ينكر ان التلوث واحد من اخطر المشكلات. That affects our life greatly، بيأثر على حياتنا طبعا بشكل هائل او بشكل عظيم. So we must deal with it carefully، لازم نتعامل معاه بحرص. We must cooperate، لازم نتعاون. To solve it، عشان نحل هذه المشكلة. I'm sure that no one can solve that problem alone، فيش حد يقدر يحل المشكلة دي لوحده، أنا متأكد من الكلام ده. It needs all efforts، محتاج جميع الجهود. To be solved، لكي يتم حلها. The government had the biggest and the most important role to solve that problem، والحكومة الدور الأهم والأكبر في حل هذه المشكلة. It must tell people about dangers of that dangerous problem، لازم تقول للناس أو توعي الناس بمخاطر هذه المشكلة الخطيرة. It must find people who throw
ruptions in the streets, لازم لابد من تغريم الناس اللي بيلقوا القمامة في الشوارع. Must put things, instructions, pins and posters to tell people how to get rid of their rubbish properly. لازم طبعا تضيف جميع الوسائل اللي تعرف بيها الناس ازاي يتخلصوا من القمامة بشكل صحيح. طيب يبقى أنا هنا ببدأ أكتب زي ما قلنا، كتبنا الفقرة الافتتاحية وبعد كده كتبت دور مثلا الحكومة وشرحت دور الحكومة. بعد كده هتبدأ حضرتك تجيب بقى أنت إيه كل فكرة، زي ما أنا جبت مثلا فكرة الحكومة وشرحت عليها، أنت هتجيب فكرة الأشخاص، هتبدأ تجيب فكرة وسائل الإعلان. أنت نفس الكلام بقى، يعني مش هنكتب الموضوع ولكن أنا اديتك مثال بسيط عشان تبدأ تعمل الكلام ده. طيب بعد كده لازم يكون عندك خاتمة تختم بيها أو جملة ختامية تختم بيها زي الجمل اللي قدامنا دي. بعد ما بتكتب الخمس فقرات بتوعك، to sum up لكي ألخص، to conclude لكي ألخص أو أنهي، finally، وبتبدأ تكتب جملة تعرفك إن أنت خلصت الإيه أو تعرف اللي قدامك إن أنت خلاص بتنهي الإي سي بتاعك أو المقال بتاعك. فاهم الكلام؟ إن شاء الله الموضوع بسيط وسهل، مفيش فيه أي تحقيقات أو أي مشاكل. ومحتاج طبعا انك تكتب كتير وتعرض عليا اللي انت بتكتبه، مفيش اي مشكله انك لو كتبت اسي عايزك تختار اي موضوع تكتب فيه وتبعته لي على الارقام بتاعتي على الواتساب، او تبعت عن طريق الماسنجر تبعته في الكومنت زي ما انت زي ما تحب. المهم انك تبعت اللي انت بتكتبه، وان شاء الله باذن الله يعني ادي لك الفيدباك كده او اقول لك انت ماشي صح، المشاكل في ايه وهنبدا نعالج ايه. لكن المهم انك تبدأ، ما مش هينفع ان انت تقف على البر كده وتقول لا انا عايز ابقى كاتب عظيم من غير ما تبدأ. لازم تبدأ، ما تخافش، ما تقلقش من اي حاجة، ان شاء الله بإذن الله يكون الموضوع سهل سهل وبسيط عليك ان شاء الله بإذن الله. بس المهم زي ما قلنا البداية.